الزعيم عادل إمام قرر يعلن وصيته النهاردة لما حس إن عليه الدور. يا ترى ليه قرر يعلن وصيته دلوقتي وهو مازال على قيد الحياة؟ تعالوا نعرف إيه تفاصيل وصية الزعيم الغريبة جدا. الحالة الصحية للزعيم تدهورت جدا، تعالوا نعرف مع بعض تفاصيل الحالة الصحية للزعيم، وهل تم فعلا نقله إلى المستشفى؟ وليه فكر أساسا في الوصية دلوقتي؟ ويا ترى ليه في انهيار في الوسط الفني، وخصوصا الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرى والفنانة لبلبة بعد ما عرفوا تفاصيل وصية الزعيم وعلاقتهم بالوصية؟ آخر ظهور للزعيم عادل إمام كان في عيد ميلاده، وكل الناس لاحظت إن هو كان تايه وباين عليه المرض، واضح جدا إنه قاعد ومش حاسس بأي حاجة حواليه. يا ترى إيه تعليق ابنه محمد إمام بعد إعلان الوصية؟ وليه دايما الزعيم عادل إمام بتطلع عليه شائعات إنه توفى؟ تصدر اسم الزعيم عادل إمام كل محركات البحث على السوشيال ميديا بعد ما طلعت أخبار بتقول وفاة الزعيم عادل إمام وداعا الفنان عادل إمام. عادل إمام دخل في غيبوبة تامة، الحالة الصحية للفنان عادل إمام تدهورت جدا، عادل إمام يفقد النطق والحركة. بعد البحث في كل مواقع التواصل الاجتماعي توصلنا أن الزعيم عادل إمام أعلن وصيته، وهذه الوصية صعب تنفيذها. اسمعوا معنا الفيديو للنهاية وعرفوا إذا كانت الوصية فعلا هيتم تنفيذها ولا لا. الفنان عادل إمام فنان متميز وناس كتير جدا بتحبه وشايفين إنه شخصية لن تتكرر، وفي المقابل في ناس كتير جدا مش بتحبه وبتقول إنه أفسد أجيال وإنه كان قدوة سيئة لأبنائنا. إحنا طبعا مش هننكر إن الفنان عادل إمام فنان كبير جدا ومشهور جدا في مصر والوطن العربي، وبالفعل تدهورت الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ولكنه لم يتم نقله إلى المستشفى، ولكنه بيتعالج في بيته طاقم طبي كبير جدا قاعدين معاه في قصره وبيشرفوا على علاجه. بالنسبة لوصية الفنان عادل إمام فهي انشقت إلى قسمين، الجزء الأول من الوصية وهو التبرع بجزء كبير جدا من أمواله لصالح مستشفى سرطان الأطفال. معقولة الكلام ده؟ أيوة هو الكلام ده اللي اتقال في وصية الزعيم عادل إمام. ناس كتير مستغربة إزاي عادل إمام بيتبرع بالأمواله بالرغم من أنه طول حياته ما ساعدش أي حد من الوسط الفني. أقرب أصدقائه في الوسط الفني استنجدوا بيه وما ساعدهمش، ما وقفش جنب حد، زي الفنان سعيد صالح صديقه المقرب ما وقفش جنبه، والفنانة حيران شوقي والفنان ماهر عصام وغيرهم من الفنانين اللي استنجدوا بيه وما وقفش جنبه. وكمان معروف عنه أنه بخيل جدا، ولكن الله أعلم الكلام ده إذا كان صحيح أو خطأ، ممكن يكون الكلام ده كله شائعات بتطلع عليه وهو كان بيتبرع دايما وبيعمل خير مع ناس كتير بس من غير ما بيقول. الجزء الثاني من وصية الفنان أدهشت ناس كتير جدا وصعب تنفيذها، وهي خاصة بلبلبة وإلهام شاهين ويسرى لأنهم أكتر ناس اشتغل معهم عادل إمام. عادل إمام طالب بحذف أفلامه مع يسرى ولبلبة وإلهام شاهين، وقال إن أفلامه دي تعتبر سيئة جارية، وقال إنه عايز يكفر عن سيئاته ويحذف كل الأفلام دي. ناس قالت كويس جدا، عادل إمام بيتوب في آخر أيامه وده يعتبر حسن الختام. سؤال دلوقتي، يا ترى هي الوصية دي ممكن تنفذها؟ بيقولوا صعب جدا تنفذها لأنه لا يملك الحقوق الكاملة للأفلام دي، لأن في منتجين ومخرجين للأفلام دي، وكلنا عارفين إن أفلام عادل إمام للحظة دي بتتشاهد وبتجيب إيرادات كبيرة جدا لما بيتم عرضها. وانتوا في النهاية قولولنا رأيكم، يا ترى فعلا هيتم تنفيذ وصية الفنان عادل إمام وهيقدروا يحذفوا الأفلام اللي بيقول عليها دي؟ وياريت تدعوله كتير جدا في التعليقات.